اليوم الهيئة العليا اللي شكلت طبعا من رئيس الوزراء أعلنت عن واحد من الأخبار المهمة المتعلقة طبعا بأمر استدعاء لرئيس اللجنة المالية السابق ومستشار رئيس الوزراء الدكتور هيثم الجبوري. هذا الخبر كان متداول بنطاق واسع هذا اليوم عبر طبعا منصات التواصل الاجتماعي. من جريدة الصباح الرسمية: الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اللجنة المالية النيابية السابق. الأمر صدر جراء تهم تتعلق بتضخم أمواله وإثراء على حساب المال العام. هذا طبعا كان واحد من أهم الأخبار والترندات على المستوى السياسي وعلى المستوى العام اللي حضر بمنصات التواصل الاجتماعي.